في علاجها، وهي سرطان المعدة. الحقيقة زي ما أنتم سمعتوا من الأستاذ الدكتور ياسر والأستاذ الدكتور فؤاد أبو طالب أن الخطر ليس في المعدلات الشديدة، ولكن الخطر في أن نسب الشفاء في أورام المعدة في المراحل الأولى تصل إلى حاجة و70%، ولكن تنخفض بشدة في المراحل المتأخرة لتصل إلى 20% تقريبا. وبالتالي هنا الأهمية الشديدة للإجراءات الاحترازية. استمرنا الدكتور بعد وقال بيقول إن أعراض سرطان المعدة أعراض كلها غير واضحة، حتى عنده مغص مستمر، حتى عنده تبديع مستمر، ممكن يحصل نزيف أو تيف دمه، كلها أعراض تتشابه شوية مع أعراض أمراض أخرى. وبالتالي الكشف المبكر والاحتراز من حدوث سرطان المعدة الحقيقة أعتقد هو من أهم الرسائل أو المهم من الآلات اللي نوجهها لكل المصريين.